طول. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعزائي، احنا أخذنا مبارح ترانزستور وقلنا إنه ترانزستور نوعين. في عنا ترانزستور بنسميه BNP، وفي ترانزستور قلنا عليه اسمه NPN. الترانزستور ثلاث بلورات، يا إما ثنتين موجبات PP وبينهم واحد سالبي وبنسميه ترانزستور BNP. هذا مثل الترانزستور اللي صفحة 111 قلت لكم، صفحة 111 رسمته، أو ترانزستور ثنتين سالبات وواحدة بينهم موجبة بصير اسمه ترانزستور NPN. الترانزستور قلنا إنه يستخدم في الدوائر الكهربائية لتقويم التيار، لتضخيم الجهد، فبالتالي لأنه ثلاث بلورات يعني ثلاث وصلات، ثلاث توصيلات. هذه التوصيلات الثلاث كلنا بنسميهم قاعدة رمزنا لها بالرمز B، وفي عنا جامع رمزنا له بالرمز C، وفي عنا باعث رمزنا له بالرمز E. هذه أجزاء الترانزستور. الله يرضى عليكم، بتشوفوا الرسمة وبتحفظوها كيف صفحة 111 الرسمة. فلذلك بنقول إنه الترانزستور في توصيله في الدوائر الكهربائية يمكن بأحد توصيلات ثلاث. يمكن يتوصل الترانزستور في الدائرة الكهربائية بقاعدة مشتركة، أو بقاعدة مشتركة، أو بباعث مشترك، أو جامع مشترك. هذه الثلاث توصيلات. باعث مشترك، لما يكون باعث مشترك يعني بيكون مشان تضخيم القدرة. باعث مشترك، الباعث اللي هو الاي، بيكون مشان تضخيم القدرة. والباعث اللي هو قلنا عليه بيكون عليه السهم، بيكون عليه السهم. فالترانزستور هذا الباعث اذا كان السهم داخل لجوا فنوعه BNP مثل اللي في الرسمة A، واذا كان السهم طالع لبرا بيكون نوع الترانزستور NPN. فلاحظ كيفية التوصيل في الدائرة الكهربائية. في عندك في نهاية الصفحة 111 دائرة إلكترونية، بص عليها. الدائرة الإلكترونية هذا عبارة عن ترانزستور، والترانزستور هذا عامل دائرتين، واحدة اللي باليسار اللي فيها المقاومة اللي مقدارها RB وVB، والثاني اللي على اليمين اللي فيها مقاومة RC وVC. هذول دائرتين شو اللي مشترك فيهن من الترانزستور؟ المشترك فيهن من الترانزستور هل هو القاعدة B؟ لا،
القاعدة بس في الدائرة اليسرى. هل هو الجامع سي؟ لا، الجامع سي بس في الدائرة اليمنى. لكن لاحظ اللي جاي موصول بينهم اثنين، الباعث فاصل الدائرتين اليمين واليسار اللي عليه السهم. فإذا هذا النوع من التوصيل بنسميه توصيل باعث مشترك. باعث مشترك. ليش توصيل الباعث المشترك هذا؟ بيكون مشان زيادة القدرة. بيكون مشان زيادة القدرة، يعني بتزيد القدرة فيه. هذه كيفية التوصيل. ممكن نعمل دائرة إلكترونية، يعني نفس الرسمة، لكن مين يكون فيها المشترك؟ الجامع. ممكن يكون المشترك فيها القاعدة. فإذا أنواع التوصيل: جامع مشترك، قاعدة مشتركة، باعث مشترك. هذا التوصيل للترانزستور. في حالة التوصيل هذا بصير في حاجة بنسميها كسب تيار، اسمها كسب تيار. في عنا من الاستخدامات قلنا مشان تضخيم وتقوية الإشارات، في عنا مشان عمل مفاتيح تحكم سريعة الأداء، سريعة الأداء. طيب عرفنا تركيب الترانزستور، قلنا بتصير في عنا حاجة بنسميها كسب تيار، وكسب التيار هذا بنرمز له بالرمز بيتا. رمز بيتا، عارفين كيف رمز بيتا؟ اللي هي أشعة بيتا، يعني رمز بيتا اللي هي أشعة بيتا، حرف بي بس العصاب بتاعتها خليها طويلة شوية. هذا رمز كسب التيار بيتا. كسب التيار بيتا. كسب التيار يعد كسب التيار من دائرة القاعدة إلى دائرة الجامع مؤشر مفيد، مؤشر مفيد على أداء الترانزستور. كسب التيار من القاعدة إلى الجامع، من القاعدة لوين؟ للجامع. هذا يعتبر مؤشر مفيد لأداء الترانزستور، يعني كل ما سحب تيار أكثر من القاعدة الجامع، كل ما سحب تيار أكثر من القاعدة بيكون كسب، اكتساب، يعني اكتسب تيار مفيد. ويعطى كسب التيار في الدائرة بعلاقة، اكتبها عندك الله يرضى عليك، اكتبها عندك ومهمة جدا تحفظها، اكتبها عندك ومهمة جدا تحفظها. كسب التيار اللي هو بيتا يساوي اي سي على اي بي، اي سي على اي بي. يعني بقول انه كسب التيار هو النسبة بين تيار القاعدة اي سي الى تيار النسبة بين تيار الجامع
اي سي الى تيار القاعده اي بي. هذه هي النسبه. بعيد مره ثانيه، كسب التيار بيتا يساوي اي سي على اي بي، يعني النسبه بين تيار الجامع الى تيار القاعده. ودائما العلاقة الثانية اللي بدي أظل حافظها، مجموع التيارين اي سي واي بي، اي سي واي بي، تيار الجامع وتيار القاعدة يساوي اي اي. إذا المعادلة الثانية اللي بتكتبها، اكتب اي اي يساوي اي سي زائد اي بي. اي اي يساوي اي سي زائد اي بي. الله يرضى عليك، ثبت لي اياهم القانونين هذولا في راسك جدا جدا جدا. طيب، هذا بالنسبه للترانزستور، وكمان شوي بنشوف مثال عليهن هذولا القانونين. في عندنا حاجة ثانية من الحاجات الإلكترونية تستخدم في الدوائر الإلكترونية، بنسميها رقائق مايكروية. رقائق مايكروية أو الدوائر المتكاملة، دوائر متكاملة. هذه عبارة عن قطع إلكترونية صغيرة، لكن هالقطع الصغيرة هذه عادة بتكون تتكون من آلاف آلاف ترانزسترات والديودات والمقاومات والموصلات، يعني فيها كل هالحاجات هذه الإلكترونية اللي تستخدم في الأجهزة الإلكترونية. وهذه الرقائق الإلكترونية عادة وين بيستخدموها؟ بيستخدموها في عدة أغراض، وبكل بساطة من الأغراض هذه، من الأغراض هذه، لاحظ أجهزة التصنط لما مثلا بدهم يجي تصنطوا على واحد أو يشوفوا شو بيعمل، في قطعة صغيرة بيجوا مثلا بيضعوها في بيته في مكان، هذه القطعة يا دوب تيجي بحجم اصغر الاصبع، هذه بتصور وبتسجل صوت وبتبعث كل هالاشي لأداة ثانية برضو رقيقة ثانية. وين بتكون؟ عند الناس اللي عايزين يعرفوا المعلومات، عند الناس اللي يعرفوا المعلومات. فلذلك مثلا أجهزة الأمن مثلا بجوز بيستخدموها الحاجات مشان يجوا مثلا يكشفوا سر أسرار واحد من اللي يكون مشكوك في تصرفاتهم. فهذه بنسميها رقائق مايكروية. هذه الرقائق المايكروية يمكن صناعتها بمعالجة السيليكون، بمعالجة السيليكون وتشويبه، يعني إضافة شوائب إله بذرات مانحة أو مستقبلة. يعني نيجي نضيف له مادة مانحة إلكترونات أو مستقبلة إلكترونات، يعني مواد خماسية تكافؤ أو ثلاثية التكافؤ، وحجمها بعدين بصير صغير جدا، وهذه بتعمل العمايل. طيب، فاكتب عندك هالكلمتين، الدوائر المتكاملة هي، الدوائر المتكاملة هي رقائق مايكروية تتكون من آلاف
الترانزسترات والديودات والمقاومات بحيث لا يتجاوز طول كل منها الميكرومتر، الميكرومتر. عارفين يعني كم الميكرومتر؟ ميكرومتر لعشرة سناك ستة، يعني جزء بالمليون من المتر. تصور المتر تيجي تقسمه إلى مليون جزء، يعني حاجات صغيرة جدا جدا جدا. أول السطر يكتب تصنع هذه المكونات بمعالجة السيليكون وتشويبه، تشويبه يعني خلط مادة شايبة معه، وتشويبه بذرات مانحة أو مستقبلة، حيث تستخدم بلورة سيليكون نقية جدا نصف قطرها من 10 سنتيمتر إلى 30 سنتيمتر، وطولها 1 متر إلى 2 متر، ويقطع السيليكون بواسطة منشار مطلي بالماس إلى شرائح سمكة أقل من 1 مليمتر. ثم تبنى الدائرة الإلكترونية طبقة بعد أخرى على سطح هذه الشريحة. اكتب لي عندك أول السطر، الحجم الصغير للرقائق يسمح بوضع الدوائر المعقدة، في مساحة صغيرة، ولأن الإشارات الإلكترونية تنتقل من خلال مسافات قصيرة جدا، فقد زاد هذا من سرعة الحواسيب وأول السطر يكتب لي تستخدم الرقائق في كثير من الأجهزة الكهربائية والسيارات وأجهزة الحاسب. هذه الكلمات اللي مليتكم إياها في صفحة 112 موجودة كلها
في آخرها الرقائق الميكروية. أرجع الآن إلى القانونين اللي قلنا بدنا نحفظهم. القانونين هذولا اللي رجاء تحفظوهن: كسب التيار بيتا يساوي اي سي على اي بي، والقانون الثاني اي اي تيار الباعث يساوي اي سي زائد اي بي، اي سي واي بي. طيب الآن افتح لي على صفحة 123، صفحة 123. هذه الصفحة فيها الاختبار المقنن، فيها الاختبار المقنن. قلمك بيدك، دفترك أمامك، نشوف السؤال الأول: أي العبارات الآتية الخاصة بالديود تعد غير صحيحة؟ تعد إيش؟ غير صحيحة مش صحيحة. أي العبارات الآتية بالديود، بالديود مش كلمة ترانزستور، بالديود. في عندك أول شيء بيقول تضخيم جهد، بعدين كشف عن ضوء، يبعث ضوء، تقويم تيار متردد. كلهن صحيحات إلا تضخيم الجهد أقلهم. ما بنقول تضخيم الجهد لأنه لا تقويم التيار. إذن الأولى إيه؟ الغير صحيحة إيه؟ في السؤال رقم اثنين، سؤال رقم اثنين أخذناه من أول وأخذنا عليه واجب، إن شاء الله تكونوا حليتوه بس الواجب، اللي هو إيجاد عدد الإلكترونات في السنتيمتر المكعب الواحد. شو كان بيساوي؟ كان بيساوي عدد الإلكترونات في الذرة ضرب عدد أفوغادرو ضرب واحد على الكتلة الذرية للعنصر ضرب كثافة العنصر. تطبيق مباشر عليه. يعني في سؤال رقم اثنين، في سؤال رقم اثنين كان معاكم واجب، هيني بحله هنا. يلا خلينا. تحتوي كل ذرة كادميوم على إلكترونين حرين، عدد الإلكترونات في الذرة كام؟ اثنين، يعني اللي هي إي على أتوم اثنين. ما عدد الإلكترونات الحرة الموجودة في السنتيمتر المكعب؟ المطلوب اي على سنتيمتر مكعب. لعنصر الكادميوم، لعنصر الكادميوم، علما أن كثافة الكادميوم 8650 ايش؟ كيلوغرام لكل متر مكعب. احنا الكثافة هنا بوحدة غرام لكل سنتيمتر مكعب لازم نستخدمها، فحب احولها من كيلوغرام لمتر مكعب الى غرام لكل سنتيمتر مكعب. يعني شو بتصير تساوي؟ بتصير تساوي 8.65، يعني لاني بقسمها على 1000، 8.65 اللي هي الكثافة الرو. وطبقهن وضعهن في القانون. طبيعي الكتلة الذرية، الكتلة الذرية
اللي هي ام، هذه بتساوي 112.411. طيب في سؤال رقم ثلاث، في سؤال رقم ثلاث، إذا كان تيار القاعدة، تيار القاعدة يعني I B، تيار القاعدة يعني I B يساوي 45 مايكرومتر، مايكرو أمبير، بنحولها المايكرو أمبير لإيش؟ الأمبير، بنضربها في 10^6، وتيار الجامع 8.5 ملي أمبير، برضو هذه بنحولها الأمبير نضربها في 10^3، ما مقدار كسب التيار من القاعدة للجامع؟ كسب التيار بيتا، الجواب اي سي على اي بي، وبتحله. سؤال رقم أربعة نفس التطبيق، سؤال خمسة نفس التطبيق، فعلشان هيك بقولكم هذول معاكم بصير واجب حلوهن وعلى القانون اللي عطيتكم اياه. سؤال رقم ثلاث وأربعة وخمسة واجب. في عندك سؤال رقم تسعة دائرة إلكترونية، أخذنا عليها في الحصة اللي فاتت وبينت لكم كيف بنعملها. هذا والله أعلم، والسلام عليكم.